هنحاول نسجلو صافي. تفضل قدم الاسميه ديالك. لا الاسم ديالي علال الاديب الشاف ديال فرقه الصيانه العامه والاشغال تابعه طبيعه الحال جماعه العرائش. حنا الان في هذه الحمله اطار الاطار سميتو طبيعه الحال حاله الطوارئ والحمله الاحترازيه الخاصه بفيروس كورونا. نتعبى ومتعبئين منذ طبيعه الحال اسابيع ونقوم طبيعه الحال بتعميق ورش المبيدات الوقائيه على مستوى مدينه العرائش. واليوم طبيعه الحال الجمعه 27 مارس 2020 نتواجد بحي الوفاء نقوم بهذه العمليه، وذلك طبيعه الحال لتحسيس المواطنين بالالتزام والانضباط في بيوتهم والتعاون مع النصائح الطبيه والتعليمات ديال الوزاره الداخليه. نقوم كذلك بتسهيل عمليات والتجاوب مع المواطنين للخف من هذا العبء الثقيل. وهذه الاخبار طبيعه الحال اللي تلقيناها اليوم في الوفاء، فهذه طبيعه الحال من اختصاص وزاره الصحه ومندوبيه الصحه على المستوى الوطني والمحلي. نعم، لاحظنا بان السلطات قامت في التدابير الاجرائيه وغلق المعابر الشوارع، يعني حالات مشدده، يعني اثرت يعني نوع من الخوف بالنسبه للساكنه. وهذا بالنسبه لكم يعني، وبالاخص ان السياق ديالها جا في هذا النشر، هذه الاخبار يعني اللي متداوله، يعني واللي هي لحد الان لا اسهل من الصحه، لان ماشي من مصادر مؤكده من وزاره الصحه. بالنسبه لكم انتم جاتكم في هذه الظروف، شنو هي الاجراءات اللي دابا تقوموا بها في حي الوفاء؟ يعني المسائل اللي عبئتوها يعني من ناحيه اللوجستيكيه، شاحنات، العمال الى اخره، اليات. بالنسبه لمصلحه قسم الاشغال والتنسيق مع مكتب الصحه في العرائش، نقوم فقط بتعبئه طبيعه الحال بالتوعيه وتعقيم ورش المبيدات الوقائيه. وهذا طبيعه الحال منذ البدايه ديال ظهور هذا الوباء. نعم، الوسائل اللي عبأتوها يعني في هذه الحمله ديال اليوم؟ الوسائل فهي طبيعه الحال جهزنا مجموعه من الشاحنات. شحال ديال الشاحنات؟ شحال الشاحنات؟ ما يقرب ما بين 15 حتى 20 شاحنه. هذا بالنسبه للجماعة ديال العريش كامل، الجماعات والعماله. نعم. وبعض المصالح الاخرى كالشركه هينكور الخاصه بالنظافه ديال العرائش، بين جميع الفعاليات في العرائش، فهي طبيعه الحال متجندون لهذه الوباء الخطير. نعم، وبالنسبه لا لاحظنا كاين الشاحنه وكاين واحد الشاحنه اخرى حتى هي صغيره قبيلات حتى هي كانت. نعم. حكينا من شاحنه كاينه في حي الوفاء. الشاحنه الان كتوجد على تقريبا 4 شاحنات، فهي مطوقه جميع المنافذ طبيعه الحال اللي كتدخل الحي الوفاء. نعم، ولاحظنا كذلك حتى تعقيم ديال المنازل يعني ديور شهوة. هذا في اطار المساعده وفي اطار التجاوب مع المواطن، نقوم بجميع الاعمال التي ترضي المواطن لتريح طبيعه الحال ليكون مرتاحا نفسيا اولا، والتجاوب مع طبيعه المواد. هذا شيء طبيعي وعادي. اذا كطمئن السكان بان التدابير الاحترازيه اللي قمتوا بها والوقائيه هي داخله في يعني في البرنامج ديالكم اليومي، وان جات في هذا السياق هذا ما طالب تخوف. نعم. ولكن هي يعني تعتبروها عاديه يعني داخله في ديالكم او جات على هذا السياق هذا؟ نعم، لا احنا كنقوم بعمل بشكل يومي، بشكل يومي طبيعه الحال. هذا الخبر هذا حتى للصباح تصبحنا له، لان كنا دائما الجدوى ديالنا ودائما البرنامج العمل ديالنا على طول الاسبوع، على طول طبيعه الحال هذه الحمله هذه الفتره في حاله الطوارئ نقوم بالعمل ديالنا عادي وطبيعي، وهذا يدخل في اطار الترتيبات الاحترازيه. نعم، وشنو الرساله اللي توجهها للسكان يعني في هذا الظروف اللي قمتوا بالتعقيم، يعني يعني واش الناس يعني خصهم يلتزموا بالبيوت ديالهم؟ نعم، خصهم يعملوا. رساله طبيعه الحال انا كمواطن ندعو المواطنين مدينه العرائش والمغاربه ككل ان يلتزموا وان يحترموا القرارات والسلطات المحليه والتوصيات للصحه، ان ينقذوا ويطيح الحال ويلزموا بيوتهم للحفاظ على صحتهم وابنائهم طبيعه الحال، ولا يخرجون الا للضروره
وطبيعة الحال هناك سلطات محلية تعطي ترخيص للمواطن للخروج عند الضرورة. إذا كنلاحظوا بأن القسم الصحي لجماعة العرائش يقوم بتعقيم يعني جميع يعني الأحياء ديال مدينة حي الوفاء، يعني تعقيم السيارات، تعقيم البيوت، تعقيم الشوارع، يعني عبء يعني أربع شاحنات داخل الحي، يعني كيقوموا بعملية تعقيم الشوارع كما كتلاحظوا. يعني العملية بدأت منذ الصباح، يعني والسرق وهي داخلة في التدابير الاحترازية الوقائية العادية التي تقوم بها يعني القسم الصحي بجماعة العرائش، ولا علاقة لها بالأخبار يعني الرائجة حول تسجيل حالات يعني وفاة، لا علاقة بكورونا، لم يتم تأكيد هذا الخبر من أي جهة يعني من وزارة الصحة اللي مخولة ب يعني تقديم هذا الخبر وتأكيده. كذلك يعني الشرطة والمجلس يعني الشرطة يعني الأمن يعني كيقوم بالواجب ديالو يعني في إطار تنفيذ يعني التدابير الوقائية، وكذلك جلالة التحسيس تقوم جماعة العرائش يعني بجولة عبر سيارة يعني تقوم بعملية التحسيس الوقائية. إذا الأمن يدعو يعني إلى الالتزام المواطنين للبيوت. يعني هناك تدابير يعني احترازية أمنية ومشددة، وكذلك يعني عملية تحسيس ومراقبة لمنافذ ومعابر الدخول إلى حي الوفاء. Thank you.